وقبل ما نبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلينا نروح لدينا عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس، العملات وأسعار الذهب. دينا صباح الخير عليكي. صباح الخير شمالنا، صباح الخير يا أحمد، صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. يعني طمنينا على الطقس يا دينا. أكيد درجات الحرارة مرتفعة وإن نسبة الرطوبة كمان مرتفعة، فإحنا ده اللي بيحسسنا بحرارة الجو. خلوني أصبح على حضراتكم مرة تانية ونتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. هنبدأ من الدولار الأمريكي وسعر البيع 18.96 جنيه، وسعر الشراء 18.88 جنيه. اليورو 19.20 جنيه للبيع، 19.11 جنيه للشراء. جنيه الاسترليني 22.97 جنيه للبيع، 22.87 جنيه للشراء. فرنك سويسري 19.70 جنيه للبيع، 19.61 جنيه للشراء. بالنسبة كمان لليوان الصيني 2.81 جنيه للبيع، 2.79 جنيه للشراء. ريال سعودي 5.05 جنيه للبيع، 5.02 جنيه للشراء. دينار كويتي 61.79 جنيه للبيع، و61.45 جنيه للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي 5.16 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 870 جنيه، عيار 21 سجل 1015 جنيه، عيار 24 1160 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8120 جنيه. بالنسبة بقى لحالة الجو النهاردة، هناخد معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كان في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القنا ووسط سيناء. وفي ساعات النهار هيكون في نسب رطوبة عالية، وده هتزود الإحساس بحرارة الجو عن المتوقع بحوالي درجتين إلى 3 درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في الإسكندرية 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.